بالنسبة للشيخ، هل ورد سنة ثابتة في طريقة عقد النكاح؟ سنة؟ ايه يعني شيء ثابت. السنة هو أن ذكر العلماء رحمهم الله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه التشهد في الحاجة، قال: ومن أعظم الحاجات عقد النكاح، وهي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، بعض الناس يزيد فيها ونتوب إليه، وبعضهم يزيد ونستهديه، وكلها لم ترد في الحديث، بل الحديث الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذه أيضا يغيرها بعض الناس، يقول: ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. وهذا خطأ، الذي يريد النص إما أن يحافظ عليه وإما أن يدعه، أما أن يدخل فيه ما شاء ويخرج ما شاء فهذا لا ينبغي. ولا شك أن المحافظة على لفظ النص بدون زيادة ولا نقصان أفضل. ولذلك لو أراد إنسان أن يقول في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، قال: اللهم صل على نبينا محمد وسيدنا وخليلنا وإمامنا وما أشبه ذلك، هذا كل أوصاف حقيقة، لا شك أنه خليلنا وأنه إمامنا وأنه سيدنا، لكن هل من الأدب أن نزيدها في حديث حدده لنا الرسول؟ الجواب: لا. ونحن إذا حدثناها أشد احتراما للرسول عليه الصلاة والسلام من الذين يزيدونها، لأن زيادتها والرسول لم يقلها في سوء أدب. أأنتم أعلم أم رسول الله؟ رسول الله، لو شاء رسول الله لزادها. فعلى كل حال هي خطبة الحاجة، هي حديث المسعود. ويقال مثلا للمتزوج يقول: ولي زوج لك بنتي أو أختي أو من له ولازم عليها، ويقول: ذا قبلت. بس نعم، استحب بعض العلماء أن تكون في المسجد، وأن تكون بعد العصر، وأن تكون في يوم الجمعة، لكن كل هذا لا دليل عليه.